بسم الله الرحمن الرحيم. ردا على قطع الكهرباء عن الغوطة الشرقية، قامت سرية الهندسة التابعة للواء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم باستهداف محولات الطاقة الكهربائية لمطار دمشق الدولي ومساكن الضباط في منطقة الغسولة. ونحن في لواء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نتوعد عصابات الأسد بمزيد من العمليات النوعية التي تستهدف شريان النظام. الخامس من محرم 1434، والله ولي التوفيق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. طربيت شطور كل شيء جاهز مباشر سوا. بسم الله الله كل واحد يثقل يصعب من عنده اجى الله. هلا هذول كون مسافه طويله صوروا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا رجال الله اكبر. سنون 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 طفل المطار، هلا طفل المطار، شوف خالص خالص.